خليني أوريكم حاجة ثانية، مثلاً loading. أريد بعد ما أضغط على البوتن كأنه يعمل loading لمدة معينة، بعدين يعمل العملية. فبروح الكود، أضيف هنا loading controller في الimport، أعمل له copy عشان أضيفه هنا في الconstructor. public load strl، خلينا نعمل هذا C capital من loading controller class. بعدها أضيف function loading، مثلا هذا loading page، اسم الفانكشن كذا. بعدها أعمل let loading equal. لو تلاحظوا كل الكودات تقريبا متشابهة. dot create، بتاخذ properties من هالكونتنت. الكونتنت بعمل please wait 3 نقاط أو نقطتين، ويشيل بعد duration المدة، مثلا أحط 5 ثواني 5000، وخلاص تقريبا انتهينا. بعمل ال loading dot present. تقريبا 3 أشياء عندنا بنفس الطريقة، اللي هو التوست والالارت واللودينج. طبعا اذا شغلت هذا الفانكشن هنا في الشو this dot loading page، اضغط على البوتن، اول شيء بنلاحظ لودينج وبعد هي كمان يعمل بيلدينج. زين، بعمل ريفرش، بكتب اسم هاي. الحين اشتغلوا 2 فانكشن بنفس الوقت بهذه الطريقة. لازم أعدل الكود. أشيل اللودينج. زين، بخلي اللودينج بعد ما يظهر أو بعد ما يحط أوكي أو بعد ما يخلص التوز. بعمل كومنت للنافيجيشن بوش للبيج، وأحط اللودينج، وبحط هذا اللي يودينا الصفحة الثانية بعد اللودينج. فتقريبا بنفس الطريقة أتوقع، إذا ينفع loading dot ما في هنا عملنا ويش on did dismiss on did dismiss. أيوة، بعمل الفانكشن بهذه الطريقة، أحط كده أقرب. ليش أكتب الاسم أحمد، أضغط البوتن، بعد ما أضغط أوكي يجي التوس، بعد ما يخلص يجي لودينج، خلال 5 ثواني بيودينا الصفحة الثانية. وبكذا هذا اللودينج كنترولر.